نضفه زي ما انتوا كده شايفين نضيف ماشي. انا بس غسلته تاني وحطيته عليه ملح ورشيته. هحشي بقى ايه السمك؟ هحشي طماطم متخرطه رفيع كده، بقدونس متخرطه مغسول، بصلايه متخرطه رفيع، معلقتين ملح، معلقتين ثوم مهروسين، نص معلقه كزبره، كمون. الكمون طبعا انتوا عارفين كلكم ان هو اساسي للسمك. كده الخلطه اديني قلبتها كده على بعضها كلها زي ما انتوا شايفين ماشي. هحتاج بقى السمك، الخلطه ديت طماطم متخرطه ترانشات وليمون متخرط ترانشات، صينيه هجلفنها كده بالورق الالومنيوم عشان احطها فيها عشان اعرف اشيل السمك. اول حاجه هحط زيت على الارضيه عشان لما السمك يطلع اعرف اشيله. هحشي السمك، نجيب السمكيه كده كده وحشيها، وحشي فوق كده عند الدماغ كمان كده اهو، وهنبتدي نرصهم في الصينيه. هعمل كمان واحده معاكم. برصها عكس عكس يعني الدين مره من هنا والراس من هنا. كده انا حشيته يا بنات كله ماشي. هبتدي بس احط له الطماطم والليمون كده على الوش عشان لما يخش النار دي هتدي شكل حلو وطعم حلو كمان. فكده هحط كل واحده طماطمايه طماطمايه كده والليمون. عملتيه زي عند الراجل؟ ما ايوه بس انا كده انا عاملاه في البيت نضيف، انا واثقه انا اتغسلته حلو، حاجتي حلوه. ما اعرفش انا ما بحبش اعمال الراجل يعني، انا بحب السمك الصينيه بحب اعمله في البيت. وكده شكل الصينيه هنحط عليها زيت على الوش. كده انت طبعا مسخنه الفرن، هتدخليها في الفرن بس اعملي حسابك لما خلاص هتدخلي صينيه السمك في الفرن تبقي انت خلصتي بقيه حاجتك ماشي. احنا هنعملها كلها دلوقتي مع بعض. كده هنعمله الرز الصياديه. الرز الصياديه بيتعمل بالزيت، بصله مبشوره، على النار وتسيبيها تتحمر على نار هاديه عشان تتحمر ما تتحرقش. هسيبكم شويه بس تتحمر واوريها لكم انا عايزاها في انهي درجه. كده يا بنات البصل احمرت كده، الحمران ده اللي انا عايزاه. هحط لها عيار الرز اللي انا عاملاه ميه وهحطها تغلي، بس نقصي سنه عن الميه يعني بلاش الكوبايتين مليانين قوي عشان ما يطلعش معاكي الرز البصله دوت اللي هو الرز الصياديه معجن. خلاص هحط الميه بس عشان بتطشطش وارجع لكم. كده انا غليت الميه بالبصله، بص الميه اغمقت ازاي. اللي ما بيحبش البصله دي ممكن يصطادها كده، بس انا عشان بشرب البصله مش حباه، فيعني انا ايه حبيت ايه افهمه. اللي عايز يطلعها بيطلعها بالمسطره الرفيعه دي كده ويشيلها، اللي مش عايز يطلعها بيسيبها ماشي. نكبله بقى الميه، هنحط ملحنا معلقتين ملح، حط ربع معلقه كده كمون، وانا بحب احط له فلفل اسود. لا اديني معلقه كده. انا حطيت الملح اهو هقدمه وهبتدي انزل عليه بالرز. رز انا غسلاه ومصفيه.
هيغلي واوطي عليه ويتشرب الملوخية سوا. ودي يا بنات هعمل الكشك. نعمله الكشك. الكشك الاول بتحمرين البصله زي ما حمرنا برضك البصله الثانيه، بس هي باينه في الكاميرا غامقه قوي. ماشي. مطرح من التحمير بتحطي كوبايه طماطم معصوره وهنحطها على النار تتسبك. هنعلو بقى النار عشان تتسبك. ماشي كده. هحط الطماطم. الطماطم هتغلي، هسيبها لما تغلي وتتسبك. يعني ايه تتسبك؟ يعني الايدان بتاعها هيجي على وشها. يعني انتوا كده شايفينها وهي لسه معموله، هي كده الطماطم لسه مضروبه في الخلاط. هسبكها واوريكم برضك شفتها عشان تعرفوها معايا. بتاعت الكشك. ماشي. ده جمبري انا مقشراه هحطه في كده في الصلصه. هبتدي بقى اتبل الصلصه بتاعتي. هحط شطه. معلش هو بيبقى حامي، يعني هو حلاوته ان هو حامي. وملح. هحط معلقه ملح واحده. بابريكا عشان يطلع لونه احمر كده وجميل. وكمون. طبعا معلقه كمون برضك. وثوم مذوب. عايزه ملعقه كده. لا انا عايزه بس عشان ما يتهرش مني الجمبري. عايزه الجمبري يستوى الاول عشان اكمله. عشان الجمبري ما بيحبش برضك ايه النار قوية عليه. كده الجمبري بدأ يستوى اهو معايا. دي كوباية مية محطوط فيها معلقة أكل دقيق. بقلبهم مع بعض. بعد ما بقلبهم بشيل منهم المعلقة اللي هي صنوف وببتدي أصفيها بالمصفى. ليه بصفيها؟ عشان لو في حته دي ما دارتش ما تخشش وتبقى مكلكعه. كده هقلب ولازم يغلي عشان طعم الدقيق يروح منها. وهتبتدي تتقل معاكي وقبل ما الميه بتغلي. ويبقى كده الكشك بتاعنا ايه؟ خلص. فاضل ايه؟ نص البوله. كده اهي بدات تقلت معايا. كده بدا يتقل اهو والحروف زي ما احنا شايفين كده ايه بتغلي. لازم اشوف الغليان ده كده. كده خلاص هبتدي اطفي ونصبه سوا. كده هصبه في ساعتها عشان هي هيبتدي يتقل معايا. انا ما بحبش اصبه في اطباق كبيره. انا صبيته. وده البصل اللي انا محمشاه بحطه كده على الوش بيديله زي منظر. زي الطريقه بس تفصل. ماشي. وكده وجربوه ودوقوه وقولوا لي رايكم ايه. هيعجبكم قوي. بتعملوه بالجمبري يا تعملوه بالجندوفلي. شوفوا لي كل حاجه اللي بتحبوها، بس هو بيبقى جميل جدا بالجمبري. هنعمله سلطه بابا غنوج. سلطه بابا غنوج يا تجيب البتنجانيه وتديها للبتاع السمك يشويها لك، يا اما تجيب البتنجانيه وتحطيها على البوتاجاز من فوق وتشويها. بعد ما بنشوها بتبتدي اقشرها. تقشيرها سهل. بسرعه اهي وجميله. وانت اصبري عليها تهدى عشان ما يعني ما تبقاش سخنه على ايدك. كده انا قشرتها. هبتدي اقطعها بالسكينه عشان يبقى فيها طعم البتنجان ما تبقاش مهروسه خالص. مجرد بقى بتقطعيها بقى كده تروحي عصري عليها اول حاجه الليمون.
عشان تفضل بيضه وجميله كده زي ما هي. طالما عامله اكل السمك تتوصي بالليمون زي ما تقدري. كده انا حطيت فيها الليمون بيضه كده وحلوه زي ما هي، مش ههرسها قوي. هبتدي بقى اتبلها. ثوم مهروس، ما تكتريش في الثوم. رشه كمون، شطه، زيت زيتون، ومعلقه طحينه. انا ما بحبش اكتر من الطحينه عليها، بس كده. وكده بقت عندنا سلطه بابا غنوج سهله وجميله وسريعه. وده الشكل النهائي بتاعها، وحطينا عليها بقدونس. هنعمله مع بعض برده كمان يا بنات. ايه الجردوفي؟ الجردوفي بجيبه وبغسله بالمية وبصفيه بايدي كده، يعني ما بصفوش في مصفى، ما بقلبهاش، وبحطه في الحله اللي هشتغل بيها. كده احنا صفيناه بايدينا زي ما انا وريتكم، وحطيناه في الحله. الحله فاضيه ما فيهاش اي ميه. ماشي، هحط له ايه بقى؟ هحط له بصلايه متخرطه اي تخريطه، وطماطمايه، وقرن فلفل، وكمون، نص معلقه كمون، ومعلقه ملح، وهحط على النار. كل شويه هتقلبيه بقى ازاي؟ ده مش هيتقلب بالمعلقه، انت حطيه على النار، تحطيه على النار شويه كده اهوت، تروحي فاتحه الحله وعامله كده مقلبه كده وكده. واحده على مهلك هتعرفي تعملي ايه. هتلاقي نفسك التتبيله نزلت تحت وده طلع وتقلب. مجرد ما تلاقيه بدا يفتح يبقى هو كده استوى. يلا بالحقيقة يا بنات، بس نسيت اقول لكم على معلومه ثانيه. لما تعملي جمبري بعمله بنفس الطريقه، بغسله وبطلعه بايدي كده من الميه، ما بصفيهوش، ما بقلبوش في مصفى. ولما بعمل الكابوريا كذلك، وبتبلها نفس التتبيله ديت وبقلبها بنفس الطريقه ديت كده اهوت. الكابوريا بعرفها استوت لما تغير لونها، وده بردك هيغير لونه، والجمبري بردك بيغير لونه لما يستوى. وما تتكوش على الجمبري في السوى، وهينزل البصله هتنزل ميه، عشان في ناس تقول لك بحب شوربه الجمبري، البصله هتنزل ميه وهتلاقي فيها شوربه. دي السلطه اللي هنعملوها جنب الاكل مع بعض. دي سلطه خرشوف، عباره عن ايه؟ عباره عن بصله متخرطه كده جوانح. بس بخرط البصلايه ايه على طول واشتغل فيها. بصله، ده خرشوف مسلوق ومتخرط بردك شرايح، ده فلفل الوان احمر واصفر واخضر، وكله بردك متخرط شرايح. ودي كام طماطميه شيري متقطعين 4/4 عشان يبقوا ايه في نفس الايه التقسيمه كده. الحباش بتاعها عباره عن ايه؟ عصير ليمون، واساسي فيها زيت الزيتون يا بنات، لازم تتبل بزيت زيتون. وزيت زيتون بس ايه توصوا ايه سنه بيه.
انا كده عملت السلطه، هقلبها واركنها لميعاد، بس نغرفه الاكل مع بعض دلوقتي، بقيت الحاجه تخلص ونغرفه كله مع بعض. بس هقلبها بس كده عشان كلها ايه تاخد من الحدق بتاعها. منظرها حلو قوي. انت بتحبيها كده؟ هركنها لغايه ميعاد الاكل، ولما نغرفه نغرفه كله مع بعض. كده شكل السمك لما طلع من الفرن.